طيب السلاح نجح هنا نجاحين، نجاح زي ما الرمايه نجح، زي ما الريشه الطائره بتنجح افريقيا، زي ما عندنا السلاح الشيش بينجح او السلاح بينجح، بينجح في التنظيم يعني بينجح اداريا، لان احنا عندنا كوادر محترمه جدا جدا جدا. وخليني برضو اشيد بحاجه، معلش انا اسف يعني بطول عليكم، بس انا والله بقول لكم كل اللي موجود على الساحه بحكم وجودي في المجال ده. شركه استادات الحقيقه ليها دور كبير قوي الفتره دي، وبتساند بشكل كبير منتخباتنا، واكبر دليل على كده وهتشوفوا الفتره اللي جايه كمان على فكره مسانده كبيره من شركه استادات الوطنيه لمنتخباتنا، وده هيبقى اد فاليو كبير جدا لما شركه استادات تخش في مسانده منتخبات. انا عايز اقول حاجه كمان، بطوله الشباب لكره اليد اللي اتذاعت على قناه النادي الاهلي، البطوله الدوليه الاولى، بطوله استادات الدوليه الاولى اللي اتذاعت على قناه النادي الاهلي، ولعبنا ثلاث مباريات قويه، لعبنا للاسف لعبنا ثلاث مباريات قويه، مباراتين للاسف، هم كانوا اربع فرق، لعبنا ثلاث مباريات للاسف، ثلاث مباريات قويه واتذاعوا على شاشه قناه النادي الاهلي. وشفنا دور شركه استادات الوطنيه برضو في بطوله افريقيا اللي فاتت لكره اليد. كل ما تخش الشركات الكبيره اللي ليها كوادر كبيره زي كده تساند منتخباتنا، انا ما بتكلمش على الكوره، الكوره طبعا بتلاقي مسانده من كل طبعا مكان، ولكن انا بتكلم النهارده على المنتخبات، لا دي اد فاليو كبيره جدا، واضافه يعني فاليو كبيره او قيمه كبيره لمنتخباتنا بمسدد شركات عندها كوادر اداريه وكوادر فنيه على اعلى مستوى. فبرضه لازم ادي لكل يعني دي حق حقه. شركه استادات هيكون ليها دور كبير جدا الفتره الجايه، والحقيقه والفتره اللي فاتت اكيد بنشكرها على ده. وان شاء الله الفتره الجايه هيبقى فيه شغل اكتر واكتر باذن الله. طبعا دي طبعا لوجو شركه استادات الوطنيه المحترمه الحقيقه اللي بتقوم بدور كبير. والحقيقه انا كنت من الناس اللي شكروا يعني شركه استادات، لان احنا كنا بنذيع كاس العالم بطوله افريقيا لكره اليد، واللي اتبعت بشكل كبير على شاشه قناه النادي الاهلي، وده شرف كبير. انا طبعا بغطي انديه النادي الاهلي وبحب طبعا، انما النهارده لما نغطي منتخبات مصر في قناه النادي الاهلي دي حاجه بتسعدني جدا جدا، وتسعد كل الاهلاويه ان انا النهارده بشوف منتخب مصر، وبشوف وشركه استادات الوطنيه اللي ادتني الفرصه دي، وبشوف ابطالي ابطال النادي الاهلي موجودين مع منتخب مصر. وفي الحاله دي احنا ما عندناش مشكله على فكره، احنا النهارده لما بنذيع ماتشات منتخب مصر احنا قناه النادي الاهلي بنشيد بلاعيبه نادي الزمالك، لان مصر هي يعني هي الاسم الكبير، ودي قناه النادي الاهلي. احنا في اوقات كتيره جدا كان بيبقى مباراه اهلي وزمالك ومعانا ضيف او اتنين ممثلين عن نادي الزمالك، واكبر دليل على كده كابتن حسام غريب نجم نادي الزمالك السابق في كره اليد، واللي كان بيشرفنا في استديوهات التحليليه نجوم الاتحاد السكندري اللي كانوا معانا، كابتن عماد محمود، كابتن محمد امام ميشو اللي كانوا بينوروا، كابتن ايمن صدقي يعني اسف، كان رئيس اتحاد منطقه، رئيس منطقه الاسكندريه لكره السله سابقا، واللي كان بينورنا. يعني كل الماتشات اللي احنا بيبقى منافسه وجماهيريه كان بيبقى نص الاستوديو الطرف الثاني حتى لو كان نادي الزمالك. فالنهارده احنا عندنا شرف كبير النهارده قناه النادي الاهلي اللي دايما بتبقى سباقه اداره القناه او حتى كمان شركه السادات، النهارده كلنا بنروح في اتجاه واحد وهو مسانده منتخبات. شفنا افتتاح بطوله الرمايه اللي اتعمل في مدينه مصر الاولمبيه في العاصمه الاداريه، الافتتاح العظيم اللي اتعمل واللي حضره طبعا الدكتور اشرف صبحي، وزعناه بعد مباراه قبل النهائي او قبل النهائي بتاعت تونس في بطوله كره اليد، وزعنا الافتتاح برضو على شاشه قناه النادي الاهلي. فطبعا اكيد بنشكر شركه السادات، ونتمنى ان شاء الله لمنتخباتنا كل التوفيق.